في محطتها العشرين وصلت قافلة ساتر وعافية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى قرية المعصرة وتوابعها بمركز ملاوي بمحافظة المنيا. فالمشهد الذي اعتدناه قافلة شاملة تخدم جميع الفئات خاصة الأسر الأولى بالرعاية. فهنا نجد المدرسة الحقلية والتي تستهدف دعم المزارع وإعطائه الإرشادات لتحسين مستوى محصول القمح وزراعته، وذلك في إطار مبادرة إزرع. دي رابع ندوة نعملها، بيفادونا بصراحة بمعلومات يعني احنا كنا نجهلها تماما. قرات لو كان يجيب أردب لربع ودلوقتي بيجيب أردب وأزيد من الأردب، إن هي بصراحة التجاوة نزلت 10/10، وفرت لنا التجاوة بأقل ساعة، وبيتابعونا وبيدونا وعي كافي لرعاية محصولنا في الأرض الزراعية. نشكر التحالف الوطني وبنشكر الهيئة الإنجيلية لأنه وفرت لنا التجاوي برة كانت سوق سودة كانت غالية. وتضمنت القافلة الكشف على الماشية وتقديم كافة العلاجات اللازمة في التخصصات المختلفة للطب البيطري. أول مرة جينا القافلة وجيت لقيت دكتور كويس محترم جدا، شاف الطلب اللي عنده عمله الحمد لله. جبت المواشي وديتها الجرعة اللي هي عاوزاها وبارك الله فيكم ما قصرتوش في أي حاجة. أسيسي ربنا يكرمنا ويزيدوا كمان وكمان، عملنا حاجات حلوة بصراحة وكل حاجة حلوة. ودائما عيادات طبية تشمل العديد من التخصصات ليستفيد منها الأهالي المتواجدون بالقافلة لتوفر عليهم تكاليف الكشف والعلاج والمتابعة. قافلة دي إضافة جديدة ما كناش نتوقع أن تكون بالحجم دويتي. علاج متوفر وناس معاملتها كريمة. الله يبارك لهم مية مية، والله عملوا لنا حاجات حلوة قوي. مفيدة للبلد جدا، كنا فعلا محتاجين رعاية. أكشف نظر والحمد لله الدكاترة على كفاءة وكفاءة عالية. اشكروا على اللي عاملينه وربنا يقف معاكم زي ما واقفين مع الشعب. هذا بخلاف القطاع الترفيهي من خلال كرنفال للأطفال وتوزيع ألعاب وهدايا وأنشطة ترفيهية. حفلة جميلة وكتر خيركم على اللي انت عملتوه ده، يعني احنا فرحانين جدا بيها. يعني يوم جميل النهارده، جاي ألعب مع أصحابي وده حاجة تبسطنا جدا كأولاد وكده. لعبنا حاجات كتيرة، بحب كل اللعب اللي هنا ونفسي ألعب معاهم. مبسوطة جدا أنا وعمل فقرات كتيرة وأنا بحب الفقرات دي جدا ولعبتي كمان جدا، أحلى يوم في حياتي والله. يعني بالإضافة إلى إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة لجميع الفئات وتوزيع مواد غذائية من خلال حملة طرق الأبواب. ربنا يبارك فيكم وجزاك الله خير، كتر خيركم وربنا يجعلكم في أهل الخير دائما يا رب. أقول لهم ألف شكر، ألف شكر، ربنا يجعل في ميزان حسناتكم. كما اهتمت القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى والمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات. مشكلتي بالبنك اللي أنا خدت فلوس مش هسدد حاجة جاي عشان أقدم مشروعي، مشروع تقتيل أشجار، وسع مشروعي وأبدأ أعمل فحم وكده. فرحان إن أنت هتعمل مشروع والله. ساهم في تنظيم وتقديم الخدمات نحو 3000 متطوع وتنفيذي بمشاركة أكثر من 14 جمعية ومؤسسة يعملون تحت مظلة التحالف الوطني. القافلة التي استفاد منها نحو 25 ألف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية.